ألف مبروك يا سيدي. مش قلت لك إن الموافقة هتجي لك على البيت؟ البركة فيك يا فندي. ها، وناوي بقى تبنيه فين في حي اللبان؟ على الإمة، على إمة شارع التراب. لا، ابعد عن شارع التراب وابنيه عندك جوه في الشارع. عندي جوه في الشارع؟ ده باب رزق يا فندي، واللي عندي في الشارع ما بيشتروش. يا سيدي ما أنت لما هتفتحه إن شاء الله هتعمل للشارع رجل، هتحييه. أحيي إيه يا فندي؟ أحيي تربة. أصره، ابعد عن شارع الترام، في حاجة اسمها إشغال طريق. وأنا هشغله في إيه بس؟ وبعدين ده استثنى عشان ظهري. خلاص يا سيدي خلاص، اكتب تظلم وحطه في مكتب الشكاوي واستنى الرد. أستنى كمان 3 سنين؟ لا، على إيه؟ الأمر لله. هات يا فندي. اتفضل يا سيدي. سلام عليكم. وعليكم السلام. ولا يا سيد، انت يا ولا ولا يا سيد، انت يا ولا مش سامعني؟ انت صحيتي يا قبلتي؟ اروح اجيب لك العيش. اوامك اوامك. احمد يا ولا، النهار لسه ما طلعش. صباح الخير يا رجاء. صباح النور يا ام السيد. ما تسيبي اختي الواد على راحته، احنا في الاجازه يا وليه. سلامات يا اجازه، يعني هو كان عاتق ايام المذاكره يا اختي؟ ده الولا بقى ليه امين يا رجاء. هو النبي يا اختي بيسليني. طيب يا اختي ارمي فلوسي يا قبلتي. قلف. سالم، ازيك يا سعوض؟ خير اللهم عليك. انت تبني بتاع ده فين؟ انت ما لقيتش فم الحرج اللي قدام الشباك بتاعه تبني فيه؟ امال يعني هبنيه قدام شباك الجيران؟ مفيش مكان تاني، وبعدين عشان تبطل بقى تبص من الشباك وتعرف تذاكر. ده انا كده مش هعرف اتنفس. ليه روح امك؟ كانت اوضتك فاتحه على البحر؟ ابوس ايدك يابا، دي اخر سنه ليه وهغور في 60 داهيه واسيبها لك. افتحه في حته تانيه. يا غبي يا غبي، هو انا يعني غاوي فقر؟ ما انا كان نفسي افتحه في حته فيها رجل، انما اعمل ايه؟ حكم الاوعى الضعيف، قال ايه اشغال طريق؟ اه، يعني ما قدرتش على الحمار جاي تتشطر على البردعه. ابنك ولا الحكومه؟ أنا اهم من الحكومه يابا. يا ولا لازمته ايه الكلام ده دلوقتي؟ ما انت عارف ان ابوك حفي في الموضوع ده 3 سنين. اسكت انت يا وليه. ايوه يا سالم، الحكومه حكمت ان افتح باب رزق في شارع ميت، وهفتحه غصب عنك وغصب عن الكل، واعلى مفخلك اركبه. وريني بقى هتعمل ايه مع الحمار بتاع البيت. يحرق ابو دي عيشه، والله العظيم لازم ياخد منه ماشي. الباب فاوت جمل يا دلوعه امك. سعد سعد، اصحى سعد، اصحى خدي اغسلي معاكي. ما تقللي القمح شويه يا ام، حرام عليكي. اجيب ده واخوك منين؟ وبعدين الناس هنا مزاجهم مش في شرب القهوه، مزاجهم في قرايه الفنجان. انا عايزه بن النهارده. الدور مش عليا. ليه؟ ما انا جيت معاكي الدور اللي فات. مش كان ضربك على ايدك؟ هتقولي كلمه قمح مع البن؟ ما تنسيش ده واخوك. ما تقوم يا ولا بقى، انت هتنام للظهر. ما تسيبيه في حاله. الله، الولا عيانه كمان، جدته مش خالصه. هو هيفضل عيل طول عمره؟ ما تبطلوا دلع بقى. خلاص انا صحيت. روح هات لي 5 بنس. يا دي البنس، انت بتاكليهم؟ اعمل ايه ياما، ما بتزحلقوا من على شعري. يا سلام. مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا حماده. مبروك يا ابو سالم وعبالي. الله يبارك فيك يا عوض. مبروك يا ابو سالم، عايزه الحلاوه. هيزعلوا منك لو ما ادتنيش الحلاوه. حلاوتي يا ولية؟ مش لما ربنا يفرجها الاول. هتشوف. عواف يا عفيك، يجي في وقتك. شوفي كده الراجل ده راهي تعدل. فنجان ما بيكدبش، بتكسر ما بيتعدلش. خسارتك، لسه صغيرة وحلوة. يلا حسن الختام، الواد كبر وبقى راجل.
الرزق واسع اهو. بس الباشمهندس مش عاجباه حكاية الكشك دي خالص. بيقول لك هتعجبه. كيف وشه هو خيرك؟ ازيك يا مشوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كملي. الهمة شوية يا رجالة. يلا يا حسين، خلصني بقى. ماشي يا عم الصبر. طيب ايه؟ هات خمس بنس. خمسة بس؟ ايوه. طب ادي خمسة وادي يا سيدي واحدة فوق البيع. ماشي. بس اوعى تجيب سيرة على عمك ابراهيم. اوعى اوعى منك. حاضر. فاهم؟ ازيك يا سيد؟ ازيك؟ ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك يا حسين؟ مرحبا سالم. على فين كده؟ طالع نتمشوا على البحر شوية. طب هتيجي نشربوك حاجة؟ أكتر من اللي أنا شاربه. سلام. سلام. تأخرت ليه يا ولد؟ حسين هو اللي أخر. عواطف حق الولع طالي ست بنس. يبقى سيروم يغير المعاد. حيد أنا قلت لأمك هننزلوا أربعة ونص خمسة. يا ستي تلكعلك شوية. طب آخد أنا الشتمتين. ربنا ياخدني. آخد الشتمتين على دماغي هنا وآخد مشوار على رجلي لوحدي بره. هنقدم السبت يا جبانة. يا تكنين أول حد مش طايق الشارع نفسه يخلي. ما تملجي شوية يا بنت هنتأخروا. انت يعني شايفاني ماشي على قشر بيت؟ ما تهملي. هوصلكي فين؟ نفس المكان. وما بيزهقش. ما انا هنقعد فين يعني؟ هنقعد في شوب. مساء الخير يابا. ازيك يابا؟ يا شو ازيك يا واصل؟ الحمد لله. رايحين فين؟ رايحين نجيبوا البولي. طب يلا بسرعه عشان الغرور. سلام. سلام. يا طفطف خضتني يا حسين. كنا هنمشي دلوقتي. دم كتير. وانت جد انا هنسيبك مستنيه. انت كمان شاطر. سلام. اتاخريت زي النوبه اللي فاتت. اختك وحشاني. مش انا حنين. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ بنجة. دمي يا ولا. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا عاطف؟ عايزه كيلو بن وكيلو قمح. هاي حاضر. انا مش عارفه نعمل ايه لما تسيب المحل بتاع عند ابراهيم. انا قلتلك انا مش هسيب المحل الا لما يجيلي جواب التعيين. ساعتها بقى مش هنبقى محتاجين موضوع البنس. هاجي واخبط على الباب على طول. حلو. ولو انا صعب كان وقع بنسك كنت هتستنيني ساعه خساره فيا. لا يا حسين، انت عارف المره اللي فاتت امي بهدلتني. يا دي امك دي ساعه يا بت. بس ما تعرفهاش. بكره اعرفها. يا ويلك يا سواد ليلك. اوه ايدك سلام. جاي سلام. ازيك يا سولو؟ عامل ايه دلوقتي؟ حبيبي. ازيك يا شو؟ ازيك انت يا سيد؟ ايه يا ابني العركة على صباحية ربنا دي؟ مش عارفة. اه عارفة. بس البت عواطف بتقولي ان شكلك مش طايق الشارع، ناوي تخلص دراستك وتهاجر. بايه لازمته من الاول بقى؟ على رأيك. بنت عاطف فين؟ هي اللي هتفكني. الحق عند بتاع البن واحنا هنحصلوه، بس مش عايزين نتاخر لاحسن امي تطلع عفرتها علينا. جرايه يا بنت. هي بوع بوع. لو انت السيد ركبها بوع. سيبكم مع عفرتكم. سلام. ما قلتليش بقى. ايه؟ عايزه بكره كم بنسى. بنسى الا روح. ولا. ازيك؟ السلام عليكم. مالك؟
افكها شويه. بيني وبينك يا عاطف، طول ما انا في الشارع الفقر ده عمرها ما هتتفك. حاسس ان كل اللي ببنيه بيتهد. انا طهقت. هو كل ما تحصل حاجه تشغل لي الاسطوانه دي؟ بصراحه انا اللي طهقت. ما تسيبه يا اخي بقى وتخلصني. وانا مستني رايك. طب قبل ما تسيبه بقى قول لي عشان اقول لك مع السلامه. مع السلامه. هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ هيروح؟ الولا هيروح مني؟ يا ولية ما تعملش في نفسك كده، ما الولد زي الفل اهو، ده شوية سخونية. نبي بيوجعني، نبي بيوجعني يا قبلتي. تأخرتوا ليه؟ تأخرتوا ليه يا ولاد الكلب؟ الولا هيروح مني؟ تأخرتوا ليه يا ولاد الكلب؟ هما مالهم بس؟ تأخرتوا ليه؟ أنا هقوم أغلي له شوية حلو. الولا هيروح مني؟ روح ولا هروح مني، ولا هروح مني، ولا هروح مني، ولا هروح مني. تأخرتوا كده ليه؟ استخدموا. كنتوا فين؟ كنا كنكون فين ياما؟ ما انتي عارفة تلات صعبة الشربان والولا عيان. أصل ياما كان في عركة في البطحانة. ياما ما البطحانة كانت زحمة، وبعدين ماله الولا؟ ما هو زي القرد أهو. هات الدواء، هات الدواء. ايه الدواء؟ نسيتوا الدواء؟ نسيتوا الدواء؟ يا ابو الشو، الشارع ده مش بتاعك، الشارع بتاعك كان فيه كشك. يا ابو الشو انت تهت ولا ايه؟ الله يا ابو شو، تعال انت رايح فين؟ ايه ده؟ مبروك. الله يبارك فيك، ده انت في الحلولي. خش يا حلو لحسن البيت قايد حريقه. تخش انت. اخش انا يا ابو شو؟ بقول لك البيت قايد ولعه. خش. طب اشوف وش ابنك فين. راجل بوز يا ولاد الكلب. ما تعمليش كده في نفسك، انا زي الفل. بس بقى يا بنت انت وهي بس الولية هتعملي. هتصرف. انا يا ماما. ايه في ايه اللي جرى؟ الله ولا بيلوم. الله ولا بيلوم. يا ماما كفايه يا ماما. سلامة جنبك يا ماما. يا ماما النبي يا ماما. هتموتوها يا ولاد الكلب، 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 هتموتوها. سيبني سيبني سيبني. هتموتوها يا ولاد الكلب، هتموتوها يا ولاد الكلب، هتموتوها يا ولاد الكلب، هتموتوها يا ولاد الكلب. سيبني 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 اعزب الله. سيبني بقى سيبني بقى سيبني بقى سيبني بقى سيبني بقى. اعزب الله موتوها يا ولاد الكلب، موتوها يا ولاد الكلب. اعزب الله موتوها يا ولاد الكلب. الله اكبر، موتوها يا ولاد الكلب. الله اكبر، الله اكبر، موتوها يا ولاد الكلب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر،
الله أكبر الله أكبر. عنده ايه؟ مغص الدكتور وجنبه بيوجعه على طول. انا هكتب له على علاج، ولو ما تحسنش عليه هتعمل لي اشعه موجات صوتيه على البط وشويه التحاليل دي. سلامتك يا دمر، سلامتك حبيبي. ايه يا حبيبي؟ سلامتك يا دمر، سلامتك. جنبي يما، جنبي بيوجعني. هتشر عليك ولا يروحي فضل. شل قلبي وانت لا. مش فاهم سايبين الولد ده لغايه دلوقتي ازاي؟ والله ابدا يا دكتور، ده احنا ضفنا بيه 7 دخان. الولد ده لازم يتعمل له غسيل كلى من بكره. نعمل له ايه بيه؟ من بكره نكون في المستشفى يا دكتور. ان شاء الله يكون بالفلوس. هتستنوا الدور، الوضع هيضيع منكم. الوضع يحتاج غسيل كلى 3 مرات في الاسبوع. المره ب 300 جنيه، مش بعيد يحتاج ده طول العمر. صباح الفل، ازيك يا ست الكل؟ تمام، عايزين نبيعوا التلفزيون ده. ده هيجيب لك 40 جنيه. طب بحبحها شوية يا عم فتحي. طب خلاص عشان خاطرك اديك 50 جنيه. اتفضلي. فيها رزالة يعني، محتاج مبلغ 50 جنيه عشان الولد والمستشفى، المصاريف زادت عليا قوي. حاضر يا استاذ، ربنا يخليك. حاضر يا استاذ، اتفضل يا استاذ، ربنا يخليك. حضرتك يا استاذ، ربنا يخليك. Thank you.
مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا عوض. بس ايه ما لقيتش غير اللون ده؟ ايه مش مريحك ولا ايه؟ يا ما نفسي افتح لك وشك الجرايد اقعد اتسلى بدل ما انا قاعد فاضي كده. ابوس ايدك يما سيبيني. ارجع يا ولا ما تحرقش قلبي. خش جوه يا ولية. يا سالم سالم عايزه ايه؟ انت رايح فين؟ اي حته بعيد عن الشارع الفقري ده. انا زهقت يا عواطف. يعني ايه؟ مش كنت بتقولي سكتنا واحده؟ عمري سكتنا ما كانت واحده. انا عايز ابص لمستقبلي. طب ومستقبلي انا؟ بشوف مع حد غيري. انا لسه سكتي طويله. دي اخرتها يا سالم. تبعني بعد كل ده؟ يا عاطف احنا في زمن لو طولنا نبيع نفسنا فيها هنبيعوها. انت ابن كلب. صح انا ابن كلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابو شوق؟ خير يا ابو شوق؟ انا محتاج فلوس يا ابو سالم عشان والله صعب. انت مش قلت لي ان الواد بيغسل وانا كمان شايفه النهارده زي الفل. بعد غسلته بعد يومين صرفت كل اللي حلته واستلفت من طوب الارض. مش عارف اعمل ايه يا ابو سالم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العين بصيرة يا أبو شوق، وانت عارف من ساعة ما بنيت الكشك وهو خرب بيتي. طيب مع السلامة انت إبراهيم أفندي. ده أنا كمان لسه كنت بقول لإبراهيم أفندي إن عايز أوسع الكشك لغاية الحيطة وأعمل قاعدة صغيرة كده لرجالة الشارع يجوا ينبسطوا، وانت كمان يعني تعال انبسط. طب أبو سالم يا راجل يندعي. هي عنتصه دي هتأكلنا عيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تنزلي طنط. انزل طنطا. اعمل ايه؟ اتجننت؟ اه اتجننت. عندك تفكيره تانيه؟ ولا ايه؟ ما تركبيش دماغك. دي القلوب بتتصفى في يوم وليله. دول 20 سنه. 20 سنه طفشانه منهم. رجع لهم بانهي وش؟ ورجعت انا عارفه من حي ومن مات. مش عايزه، مش هروح. بس انت اللي محتاجه. يمكن يحنوا عليك. كانوا حنوا عليا لما اخترتك. ضربت واتبهدلت. بدل ما اخرج من بيت ابويا رافعه راسي بزفه. خرجت طفشانه مع حبيبي القلب. مش هنخلص من الاسطوانه دي بقى؟ خلاص يا ستي بلاش يحنوا عليك انت. يحنوا على الولد. ولا هيروح مننا يا فاطمه واحنا قاعدين نتفرجوا عليه. Oh.
مش راجعه غير بفلوس. بلال مناني موت عشان يستريح. حد على البيت. فاطمة أختي؟ دي فاطمة، فاطمة أختي. فاطمة! فاطمة! يلا يا ست هتنزلي ولا ايه؟ حاجة صاحة يلا يا ست حاجة صاحة حاجة صاحة
عايزه شغل. مفيش يا ستي، امشي يلا. امشي. امشي. عايزه عايزة شغل. مفيش يا ستي. عايزة شغل. مفيش يا ستي. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت مش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه؟ ايه؟ في قعده شويه؟ انا لو بقدر اقوم كان زماني قعدت القعده السودا دي. يعني ممكن اسيب شبشبي جنبك لغايه ما اروح مشوار وارجع. هم غيروا الموضه اليومين دول والمشامير بقوا بيروحوها فين؟ لا يا ستي ما غيروهاش ولا حاجه. طمنتيني، كنت فاكره انهم غيروه. لا بس لا بس ولا اصل ولا فصل. اتكلي على الله وروحي مشوار. بالسلامة يا أختي، أنا قاعدة جنب شبشبك، لما ترجع بأعرف أصل الحكاية. السلام. الولا بيموت. الولا بيموت. أبو كمان الفلايتين دول هيقعدوا يا حاجة. ولا بيموت ولا بيموت.
والسرور. قولوا لها الرايقه دي. كوري لقمه انت نايمه على لحم بطنك. وليه التعب ده؟ ارعب يا رجيه، اصل خلاص هفرقع زي البلوله. بسم الله ما شاء الله. افتح يا تحية. افتح يا قليم يا رزاق يا كريم، خش الاولاني التاني بلاش. عارفة تحية؟ لولاكي ما كنتش لقيت حتة تهوى فيها. بسم الله يا اختي على الاقل ده. اه هنا الحمد لله. يلا سمي سمي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله، ايه ده كله؟ يلا لقمة هنية. يا ناوية تقعدي قد ايه في مصر؟ والله ما انا عارفة. زي ما لمي تمن الغسلة بقى. ربنا يكرمك ان شاء الله وتلميها ويشفيهولك باذن الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. خدي يا حبيبتي. شكرا. شفيتهم يا اختي. كل بيشهد. حبيبي يا أستاذ محتاج أي فلوس؟ جاب لك منين يا أستاذ؟ ولا بيموت. ولا بيموت. ولا بيموت. مفاتيحك خلاص نويتي؟ ان شاء الله. مستعجله على ايه؟ ما تستني للصبح. صبح ايه؟ بقولك الولع عيان. قلبي معك يا اختي، ان شاء الله ربنا هيشفيهولك يا رب. بس قولي لي، هو انت لحقتي في اسبوع تلمي تمن الغسله اللي بتقولي عليها؟ هنق. مش قصدي يا اختي كده برضو. بس قولي لي، هترجعي لي تاني امتى؟ مش عايزه ارجع. قولي انك هتوحشيني. وانت كمان هتوحشني قوي، هتقطعي بيا. طب يلا قومي عشان تلحقي القطر بتاعك. بالسلامه. ولا تستني للصبح؟ هذا الحال المستشفى. اشوفك بخير. ولا اقول لك مش عايزه اشوفك تاني. بالسلامه يا حبيبتي. ربنا يطمنك عليه يا اختي يا رب.
رغم الراجل مات الواد خد بعضه وسافر شوية جوابات وقطع وأهل أبوه بهدلوني على الآخر سبت لهم الجمل بما حمل وجيت قعدت هنا أهو ربنا بيرزق ولقمتي بتجيلي لغاية عندي وبقيت كل شهرين ثلاثة أروح أتطقص يمكن الواد جه وحشني أوي نفسي أشوف ده أنا عيط خلاص مبقتش قادرة ولا أروح ولا أجي كل يوم عمالة أتخان أكتر من الأول لما خلاص هفرقع زي البالون يا شيخ مستعجلة على إيه؟ أنتي مرتاحة شوية من السفر مش هخلي الفقر ياخد حد تاني من عيالي الفقر راح صالح هتقوم يا راجل صح قوم يا راجل بعمل لك الشاي هو ده وقت الشاي تعالي يا بنت مول قال لك الان يا ابو جاز بيهل اوعى كده يا راجل يا راجل قوم استحمى الاول طيب يا راجل وده وقت انت ما عندكش دم خلينا نهوي الفرشه يا راجل مش شغلته من النهار حرام عليك حرام عليك يا راجل وسع عايز اقول لك على حاجتين لا ثلاثه ايه قول عايزك تقلعي الاسود بقى لا لسه شويه يا حسين لسه يا بت ما كفايه كده بقى امي هتعبي سنه امك يا عبيطه يا امك برضه على وش جواز عندك حق طب وتاني حاجه ايه مش هقول لك يا بطل بقى يا حسين عايز اشوفك بكره اشمعنى عشان اقول لك على تالت حاجه يوه يا بت استني بقى لا. يا بنت استني يا بنت هكيفي على وشك وانا هعضك تعالي يا ولا احمد بقى امي من يوم ما عدى ال 40 وجري على اهلها في طنطا تقعد اسبوع وترجع اسبوع بصراحه مش عايزه الناس تقول انا غبي طب انا جالي جواب التعيين لا احلف يا حسين احلف بالنعمه الشريف الحمد لله انا اتكلمت مع ابويا وامي في موضوعنا وقريب قوي هنقابل ابوكي ونتكلموا معاه في ايه انت عبيطه يا بنت في جوازنا طبعا والمرسى ابو العباس اللي هيعملوا لك فرح ما اتعملش في الحاره كلها بس امي مش هتوافق نتكلموا في اي حاجه ليه لازم تعدي الثانويه طب وانتي انا لو عليا نفسي من بكره ولا حتى من دلوقتي يبقى خلاص نفوتوا شهرين ثلاثه وبعدين نتكلموا مع ابوكي وان امك اصلت يبقى نقروا فتحه دلوقتي وربنا يعدلها بعدين ان شاء الله يا رب حاضر جاية جاية اهو عايزة ايه يا بنتي يا ام السيد فين الولا سيد يا اختي في ذاكر عايزة ايه منه ما تقولي لي يجي بقى الوقت عوى الراجل عايز ينام يا ولية طيب هغسل الكام صحن اللي فيدي وابعتهولك بس انت يا اختي وسيبي لي الباب موارب هسيب يلا يا سعيد ايدك ساعة قبلتي يا ولا خلص يا ولا امك بتناديك لسه شوية جوز امك عايز ينام يلا طب ما انا مستني اما ينام ليه يا ولا هو بيضايقك لا بس محبش هزار امي البايخ ده هزار اوعى يا ولا يا سيد تكون بتغير على امك لا بس
بس ما بحبش الحاجات دي. اتوكس بكره ما تسلهاش. كبرت يا سيد، ده انت بقيت طول يا ولا واطول منك كمان، حتى قومي انس. قومي يلا امك. انا اطول. لا انت كبرت بصحيح. ايه يا ابو سالم، مفيش مزه النهارده ولا ايه؟ حاضر يا سيدي، المزه يا ولية. ابو سالم. ايوه المزه يا سحميد. تشكر. اي خدمه. هل انا ريحتي وحشه يا عوض؟ لا انت ريحتك جازو بس. ما هي دي المصيبه. خد ولع. ما تجيب كاس من الصنف اللي انت بتشربه يا سي ابراهيم ده، ده حلو قوي، انا عرفته من الماركه. لو ابو سالم جاب المشاريب مش هيبقى فيه خيار وفجوس. جلو. يا ابو شوق ما تفكها، ده ربنا خلق لنا نعمه النسيان. انسى ايه بس يا ابو سالم؟ ده هو اللي كان ليا في الدنيا. يا عم البركه فيك، بالك ايام الحرب كنت ابقى ماشي مع واحد عسكري صاحبي، فجأة لقى شازية جت في رقبته جابت أجله. لما الحكاية دي اتكررت ما بقتش نزعل على صاحب اللي مات قد ما كنت بفرح إني ما متش. حسيت إن الموت ما دام بعيد عني خير. طب ما أنا ابني مات. يا راجل عيب ما تقولش كده، حسه في الدنيا. الولا من ساعة ما وسعت الكشك ساب البيت ومشى. أنا حطيت في دماغي إنه مات وما زعلتش، ولما كل شهرين تلاتة يجي يزورني أفرح، ولما يمشي اقول مات، ولما يرجع يصحى، ولما يمشي يموت وما ازعلش، وكل ما يموت ما ازعلش، وكل ما يصحى افرح. شوف بقى انا بفرح قد ايه يا ابو شوق. يا راجل ما تبقاش عبيط، المهم انك حي يرزق. اتبسط. فين يا ابو شوق؟ الراجل ده ما عندوش قلب. قال انا ريحتي وحشه يا استاذ ابراهيم. ولا بيموت، الولا بيموت، الولا بيموت. ولا بيموت يا اختي. غرقت الفرشه بشويش. خش على الجلابيه. ايوه بس بشويش. وحيش على ما ايه. خلاص خلاص قومي قومي الحقي القطر بتاعك. يلا اتكلي على الله بالسلام. عارفه تحيه، على قد البهدله اللي بشوفها في المشوار ده لما باجي، بس ببقى مش عايزه ارجع. كل ما اجي داخله الحاره الاقي نفسي مخنوقه وقلبي مقبوط، ويا ريتني ما عملت المشوار ده من الاول. يا اختي اذا كانت نجيتك خانقاكي ومضايقاكي ما بلاش منها، بتيجي ليه؟ عايزة أسطر البنتين وأجوزهم جواز عدل. أمال إيه الحكاية؟ زمان في الحارة المعفنة دي ما كانش فيه لا مرة ولا راجل يملوا عيني. دلوقتي وأنا داخلة ببقى حاطة عيني في الأرض، مرعوبة لحد يشم خبر تبقى مصيبة مش عليا، على البنتين. مش عارفة أعمل إيه. بتحس إن أنا مكسورة كده. بعد الشر عليك يا اختي متكسرة، وهم هيعرفوا منين؟ هو حد فيهم بيجي مصر؟ عارفة؟ قبل ما يكسروا عينك اكسري انت عينيهم الاتنين.
معلش انا متقل عليك اليومين دول. ما تقولش كده يا وهاب، وبعدين انت بكره تتخرج وانت اللي تصرف عليا. سلم على ابوك. ازيك يا حاج؟ ازيك انت يا سالم؟ ما تبقاش تاخر على امك تاني. حاضر. ام شوق جت. ازيك يا عوض؟ ازيك يا ابو سالم؟ ازيك يا اختي؟ ايه يا وليه؟ رحتي وقلتي عدولي. ابدا انا هنا. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا سالم؟ ازيك يا ام شوق؟ افتكوا بعافية. الله يعافيك يا ام شوق. وحفظ الله يا ابو. مع السلامة يا سالم. ادعي لي ونبي اما الامتحانات قربت. ربنا ينجح ما قصدك يا اخويا ويخبز لك العيش. ربنا يخليك يا حبيبي. هدية من خالتكم. هو ده الكلام. بس يوم مرة واحدة. والله خالتي دي عسل. ربنا يخليها لنا. وزيها يا أمه وزي البلد كلها. تمام كله بخير. هما مش هيجوا يزورونا مره؟ لا. طب نروح نزورهم احنا والنبي ياما. قلت لا. ليه ياما؟ اسالوا ابوكم. حكايه التلفزيون ده كمان عند اختي بسلم عليها قبل ما اسافر. لقيت جوزها داخل علينا بكرتونه قد الدهيه. لا أمي وليها الشيء القديم وفتح الكرتونة وحط ده مكان ده. قلت له هتعمل ايه بالقديم؟ اللي هبيعه عايزاه. قلت له ان كان عشاني ولا يلزم ولا هعمل دي حاجة، بس البنات هيفرحوا بيه. قال لي ماشي. والله ما هو راجع. والله ماني فاهم حاجة. أنا حتى مش فاهم مشاوري كل أسبوع والتاني لطنطا ليه؟ ليه؟ أبويا له ورث هناك. صدقت تجيني منه ريا. نبي اخبار شارع عابد الجوهية. شارع يما وده وقته. واحد بايع وخطوته عزيزة، والتاني برضو بايع بس كابس على نفسك. الأولاني الباشمهندس بنشوفه كل حين ومين، والتاني أبوه زي ما أنت عارفة. كنت فاكرة إن الحرب كسرت ظهره وبس. بس مالوش غيرك. شباك الموارب ما تبصيش منه، اخرته موت وخرب ديار. خرب ديار ايه يا ولية؟ حميدة يا اختي ربنا ما يجعل لنا جار وليه عينين. الفلوس بتجري بس بعيد عن ايدك، وانت مشتاقة للفلوس للي بيجيبها. الله اعلم. انت بتقولي ايه وليه؟ وانا اللي بقول هما اللي بيقولوا، ان كان صح ولا غلط. قدامك سكتين. الاولانيه فيها لد وعجن، بلاش منها، خلي كلامك معايا انا. السكة التانية
بقول لك عليها. فوتك بعافيه. انت لسه قلتي حاجه؟ اللي قلته يودي في داهيه، انه بقى جاي هجيب لك معايا حاجه تجربيها له، يمكن ظهره ينعدل. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ الحمد لله في نعمه. ظهرك عامل ايه؟ زي ما هو يا ام شوق. ربنا يشفيك يا حبيبي. الا قول لي بقى ايه؟ هما شويه الجرجير دول على شويه الفول النابت على الارضيه المعفنه اللي بيديها لك كل نفر دي، هم دول هيجيبوا لك الفلوس؟ اهي نوايا تسند الزير يا ام شوق. لكن شوف بقى، لو انت جبت ثلاجه وجبت طلبات زباينك ساعتها مش هتحتاج السير من اساسه. يا وليه انت اتهبلتي؟ جرى لمخك حاجه؟ اجيب فلوس لكل الكلام ده منين؟ ده غير الرخصه اللي لو حفيت علشان اجيبها مش هقدر. خلينا متدارين احسن يا ام شوق. عيب عليك. جيبي سداد يا اخويا. انا بس كل اللي طالباه تبقى تخلي عينك على البيت والبنات وانا مش هنا. انت عارف الراجل طول النهار غايب، حتى ما بيرجع بالليل على يدك يرجع متدرمخ. بناتك في عينيا من غير اي حاجه يا ام شوق، تشكري. انت اللي تشكر يا اخويا عشان برضك. ان كان على الرخصه ما تشيلش هام، انا ليا معرفه جامده قوي 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 بصرف الاسم هظبطهولك. ما انت عارف كل حاجه بتمشي بالقرش. وانت هتكسبي ايه بقى من ورا ده كله؟ يا راجل، هو انا افتكي الساعه لما يبقى في حتتي معلم قد الدنيا، هو اللي مراهلي علي ومالي وانا غايبه؟ مال. وبعدين يعني ان كانوا على القرشين اللي هتاخدهم، يا سيدي انا هعتبر ان انا محوشاهم معاك، وانت اول كل شهر كده تحط لي حاجه في ايدي مكسب. يعني افكر. تفكر في ايه؟ ما تقولش كده، ده انا اختك، اختك يا راجل. وبعدين اعملوا ليا بالقرش بدل ما تبقى عايزه تتعمل بحاجه تانية. ربنا يشفيك يا حبيبي، ربنا يشفيك. زي الحال يا استاذ ابراهيم. حال مش ماشي، انا عارف. معلش بكره يمشي. قدامك النصره بعدين نقطه واحده، وهتيجي منين النصره بس؟ ما على يدك الدنيا كلها مقفله في وشه. إن كان على القرشين اللي عايزهم عشان يجيب بيهم بضاعة، ما دور عليهم، دول في إيدي. صحيح يا أختي، والنبي منين يا أختي منين؟ وإنتي مالك يا مارا؟ تكلميش في المواضيع دي. خلاص، خلاص يا أختي خلاص، أجي أخدهم إمتى؟ هو اللي يجي. ما بيسلفوش نسوان. طب وهو هيرضى يجي؟ ما هو ده اللي أنا بقوله. لو نيته سليمة وعايز الفلوس عشان يشتري بضاعة، بتعطيه شوية ويبطل غنطزة، وانت برضه زني على ودانه. خرب بيتك ولا عماره في ايدك انت. خلاص خلاص هقوله. طب يجيلك امتى؟ هو النهاردة ايه؟ الخميس. حلو الخميس. يجيني بعد العيشة والنطق، ما يقولش غير حاجة. حاضر يا اختي حاضر. امي مسافره بكره وهترجع الجمعه اللي بعدها. خلاص يبقى احنا نجيلكم الجمعه. لا خليها الحل عشان ابويا يكون موجود برضك. طب هنقول لامك ايه يا فلحه؟ هنقول لها يعني ايه؟ اصل لها واحد جاي يخطبني. حسنت على عيناتك قوي. مالكيش دعوه انت، انا هتصرف. بص انا شفتها من بعيد لبعيد، من معاد حددته مع ابويا. شفتي؟ ما انت معاكي حلال العقد اهو. عايزه ايه تاني؟ عايزه كتير.
مني. طب كفايه بقى كده لحسن مش طايقه نفسي. بكره اتجوزك. يا رب. حبيبي نعمل اعمل لك فرح. يا سيدي افرض ان معاها قرشين ومش عايزه تقوم وعملت الموضوع ده حجه علشان تساعدنا، نقول لها لا؟ وبعدين انت مش هتاخد منها، هتاخد منهم. انت شايف الحال واقف قدامك اهو، والست عايزه تساعدنا. طب النبي البس هدومك تاني وانزل لها، وبطل العنطزه دي بقى، خلينا نعرف نعيش. وما تجاوبش غير بحاضر، حاضر وبس. لله يا رب، خلينا نعيش بقى. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ بركة انك بخير. اديني الاذن عشان اجيب لك الفلوس. والحاضر. افتح باب رزق جديد. قول حاضر. بيقولوا لك انت. بخير الحمد لله، كويسين. ازيك يا ولا يا سعيد، بتجري ليه يالا؟ راح اجيب عيش لقبة رجاء. ازيك يا رجاء؟ ازيكم انتوا يا بنات؟ محدش بيشوفكم يعني. بس تحت النظر. طب ما تخليكم فوق النظر وبعدين نشربوا مع بعض الشاي، ولا بلاش دلوقتي لحسن ايدي مش فاضية والبيت مقلوب. طب لما تعدليه بنجيلك. بطل تبيع النقاطة دي يا راجل. وهجيب بضاعة كويسة منين؟ ما انت عارف يا ام شوق العين بصيرة. يا اخي حاجة غريبة والله. الصعيدة كلهم يجوا على هنا سنة والتانية وتلاقيهم بقوا تجار قد الدنيا. اللي باجي باجي على اهله وناسه وبيشيلوه. انت اللي طفشت من اهلك وناسك. هو كان طاري يا حميدة مش كده؟ ايوه. عايزين نقتل ام شوق وانا مش قادر. شوف بقى، انا نويت ابقى اهلك وناسك. بكره الصبح اصحى بدري وعدي عليا، ننزل نجيب لك عربيات وشويه بضاعه نظيفه، واضرب انت بقى في الشوارع الحلوه دي. والنقاده ارجع برضو بيعها هنا. والله العظيم هتبقى انضف من الزباله دي يا حميده. والمكسب بالنص. قلت ايه يا اخويا؟ موافق.
وجميلك ده هيبقى على راسي من فوق. حاسه بالله انت تقولش كده، ده انت غالي عندي حنين تعور له. بس لو لقيت بتديلك انا اقدر ابعت وراك اللي يجيبك لغايه عندي. لا 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 مشوق، لا لا، ده انا من هنا ورايح حبقى خدامك. استغفر الله العظيم، ما تقولش كده. بطل تسقم على نسوان الحارة ولم نفسك بدل ما لم مكان. يلا سلام يا حميد. مع السلامة يا مشوق. أنا مش هشوف الفنجان ده. ليه بس يا مشوق؟ أصله نجس. إيه الحكاية يا مرة؟ حكاية السواد والنيلة. طهقت من عيشتي يا مشوق. اتخنقت من ريحته اللي بتكتم كل يوم على نفسي. كأنه عزرائيل وجاي ياخد روحي. موتني بالحياة يا أختي. انت عارفين ما حدش في الدنيا هيعرف سرك الا انا، واللي عليا يعني يا رجاء. اهدي بقى كده يا حبيبتي قولي لي ايه الحكايه. ما قدرتش يا مشو، ما قدرتش. كلهم بقوا هنا بسرعة كده. أنا عارف عنهم بلاوي، مشكلة في البنتين. مالهم البنتين اسم الله عليهم؟ غلطانين، حتى إنهم بيكرهوني. طب بالراحة كده وحبة حبة علي، وفهميني عملتي إيه من ساعة ما سافرتي. مش هينفع دلوقتي، هاخد لفتي الأول ولما أرجع بحكي لك. سلام. السلام. ربنا يرزق. يا بنت انت وين؟ خير؟ خير يابا، مفيش حاجه. سمي جايه بكره، كنا بنشتبه بن وقلنا يعني نعدي. اصلك بتروح متاخر. وكل اسبوع متبتيجي، وكل اسبوع بتروح تشتري البن، وكل يوم برجع متاخر. اشمعنى النهارده؟ اصل يابا يوم الاحد جايين لنا ناس عشان يخطبوا بنت شو. والنبي؟ والنبي يابا اقول الف مبروك. الف مبروك. مين؟ حسين يابا اللي كان واقف عند عبد ابراهيم الخرداواتي، بس الحمد لله دلوقتي استلم وظيفه. بس في مشكله، امي لو عرفت هتفتح لنا سين وجيم مش هنخلصه. فانت يعني يا بابا البركه فيك، كانك عارفه يعني، وانه جالك هنا مثلا. والله فكره يعني، اقول لها ان هم كانوا جايين علشان يستلموا الجزم وشافوكم انتم معديين، وجاني تاني يوم اخذ مني الميعاد، وانا قلت له يا اهلا وسهلا. حلو قوي كده يابا، ربنا يخليك لنا يا رب. بس انت عرفتي منين صحيح يا بنت؟ الله يابا، انت لسه بتقول انه شافنا عنك. والنبي ايه؟ والنبي يابا. سلام. سلام يابا. سلام. طلع شوية فول في الرغيف يا ابني. لا جمد لي دول 250 جنيه. هاتي هاتي نبك فينا ثواب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك ابو العروسه. شوف بقى ابو شوق، احنا الكلام هيطول بينا بعدين ان شاء الله.
بس الاول نخش في المفيد احسن. احنا جايين النهارده نخطبوا بنتكم شو لابننا حسين. قلت ايه؟ يا اهلا وسهلا. شوف يا اخويا، ابو شو من بيته لشغله ومن شغله لبيته، ما فهمش في الجواز واصوله. الكلام هيبقى معايا انا. يوه وماله يا اختي، ما انت الخير والبركه، امال ايه؟ بس احنا برضك ما نستغناش. ابننا حسين واخد الدبلون من 4 سنين، وعلى وش بنتكم شو ربنا كرمه ولسه متعين في شركه النحاس. اها الف مبروك. بس اللي لسه متعين ده هيعرف يجيب شقه ويفتح بيت ويشوف عروسته عاوزه شواريه. من جهه الشقه ما تنعيش هم، ابو حسين كلم صاحب البيت هيبني لهم اوضه بعفشه ميه فوق السطح. اخرتها البيت هتسكن فيها فراخ. بتقولي حاجه يا حاجه؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. واذا كان يعني على الشوار احنا لموها كده مع بعضينا. احنا لسه هنلموها. شوفي يا حبيبتي، شو مش هتتجوز الا في شقه مطرحين ومفسحه، وشوار هيبقى احسن شوار. احنا هنعملوا اللي علينا وانتوا كمان اعملوا اللي عليكم. ايه اللي بتقوليه ده بس يا حاجه؟ ده اللي انت طالباه ده عايز له على الاقل 2 3 سنين عشان يتعمل. لا يا حبيبي، وانت سادد عايز له 5 6 سنين، انت لسه متخرج واهلك باين عليهم يعني مش عايزين نحط ولا مليم. طيب احنا هنفكره وهنبقى نرد عليكم في الزياره تانية. يا اهلا وسهلا. تفكروا على ايه؟ اللي فيها انتوا عرفتوه. لو كان في مدارتكم خير وبركه، مش في مدارتكم هتعملوا ايه يعني؟ هتسرفوا ولا هتشحتوا؟ كده يا امه. عايزين تدوروا عشان في الفقر ده قبل الجواز وبعد الجواز. انت هبله يا بنت. هو كان حد اشتكي لك؟ خلص الكلام، انا برتب الجواز. ما تستعجليش. هموت يا حمار. انت غلطان انك رحت. غلطان في ايه؟ بقول لك المره امها الناقصه هي اللي قلب باصلها معايا. قال ايه؟ ما عنديش امكانيات. اسم الله على امكانياتهم، هم لاقين ياكلوا. هو ده اللي هيجنني. الحالة زفت قوي وطلع لي في السماء. يكونش انا اللي نحس. انت مش نحس يا حسين، انت راضي. راضي باهلك وبيتك وبالمجموع المعفن اللي دخلك صنايع، وراضي بحكم امها اللي هيفرق بينكم. انت بتقول يا سالم؟ انت عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انت حبيت البيت وانا كرهت الشارع. انا عملت المستحيل عشان ابعد، ذاكرت وطلع 3 عين اهلي عشان ادخل الجامعه وابقى مهندس. حتى البت عواطف اللي كنت فاكر نفسي بحبها، كل ما اشوفها افتكر الشارع. اوعى تفتكر ان انا اشطر منك، انا زيك بالظبط. انا عندي قلب، بس كل الحكايه ان انت راضي، انا مش راضي. لو عايز البت تروح لها، سيبك من امها خالص. البت لو عايزاك تعمل المستحيل عشانك. Yeah.
في نفسك يا شيخ، والله في نفسك هحرق كل اللي ليكي، هحرق حزين وهحرق ابوك وهحرق عواطف وهولع في البيت في الحاره كلها، هحرقكم كلكم يا اولاد الكلب، هحرقكم كلكم يا اولاد الكلب، هتموتوها يا اولاد الكلب، هتموتوها يا اولاد الكلب، هولع في الدنيا كلها، هحرق الحرب اللي فيها، هولع في ابوك، هولع في عواطف، هولع في البيت، هولع في كل حاجه ليك، هحرق الدنيا كلها. أنا ما أعرفش اللي في دماغك يا شوكو، كنت عايزة أخلص يا عواطف وتسيبيني لوحدي، كنت عايشة ازاي من غيري كده؟ ولا ابو شوق اشربي شويه شاي. لك شعرك زي زمان؟ لا يا ماما مش عايزه. امشي نجري يلا انت اهو من هنا، امشي نجري بدل ما انزل لابوكوا مالكوش علي لابوكوا، نجري يلا انت وهو. انا قلت الليله مش فايته.
يا حارة ما فيهاش راجل. أي حد عنده عيل مش قادر يلمه أنا هلمهوله. معلش يا موشو تلاقيهم ما خدوش بالهم مني. وانت مالك يا مرة؟ لا عندك عيل ولا تايل، خايف على مين؟ يوه يقطعني النبي يا أختي، أنا بس كنت عايزة نهديك. خشي جوه يا ولية. تلمي الدور بقى يا مشو، دول شوية عيال، هو كان جرى إيه يعني ولا جرى إيه؟ ما خلاص بقى يا مشو، اعمل حساب للرجالة. ما فينا رجالة يا أبو سالم؟ اللي شايف نفسه راجل يبقى يشوفها وأنا برا الحارة، ولا تحب أقفلهولك؟ مسافر امتى؟ اخر الاسبوع انت عارف. مين بقى عارف حاجه؟ الشارع كله بيتبادل علشاني وانا مش عارف. جايين ايد ورا وايد قدامه، ما حلتهمش اللضا وعايزين ياخدوا البت. ما البت كانت هتحرق نفسها عشان يا عيني عايزاه، بتحبه يقطع الحب وسنينه. اساليني انا. اه يا قلبي والنبي حرام عليكي يا ام شو. حرمت عليه عشتها. اي راجل هيجي برضه هتحبه وتحرق نفسها عشانه. مش عايزاهم يخيبوا خيبتي يا تحيه، عايزه اتجوزهم جوازه عدله. اسم الله، وهتيجي منين الجوازه العدله دي؟ اهو شويه كده وهاخدهم ونمشي من الحته العفشه اللي احنا فيها دي، ونروح حته تانيه نظيفه محدش عارفنا فيها، ساعتها بقى يبقى يحلها حلال. على رايك لو الواحده قاعده في صفيحه زباله مش هتلاقي الا الدبان، انما لو قاعده في جنينه مش هتلاقي الا العصافير والبلابل ويهفهفوا عليها. اللي جابك يا شو؟ انا جاي اقول لك ان ماليش ذنب في اللي امي بتعمله ده خالص. ليه؟ هي مش عايزه مصلحتك؟ عايزه اتجوزك راجل جاهز؟ مصلحتي معاك يا حسين. كان زمان قبل ما اهلي يطردوا من بيتكم، وقبل ما اتهزق قدامك وقدام الشارع كله. انا ممكن اعمل اللي انت عايزه، بس خليك جنبي. ما ينفعش يا شو، لازم اتجوز برضا اهلي من غير مشاكل، من غير ما كرامتي تتهان. انا دلوقتي ما اقدرش ارفع عيني في عين حد من اهل الشارع، ولا ارفع عيني في عينك انت. انا بحبك يا حسين، انا ممكن اموت من غيرك. محدش بيموت من الحب يا شو.
ولا بالراحه كفايه اكل. وانا مصبرني على العيشه غير الاكل. عارفه يا ام شوق؟ انا لما اموت مش هموت زي ما خليق ربنا. انا هفقع زي البالونه. لا تشرع عليك. الحمد لله. خلصتي؟ استنى على الشقه بالليل اشوفك لعيشي. السلامة. سلمك. يرزقك من واسع ان شاء الله. سلام. سلام. هيرجع؟ مين؟ حسين؟ هو بس قبل كده؟ كانت حاجة حلوة قوي. يا سب حرمانة من كل حاجة. إلهي تموت تموت ولا ما تموتش، احنا مش هنفضل مدفونين بالحياة في الأوضة دي. عندك حق. الولا بيموت. انا عندي بقى اللي يخطفها شاب زي الوقت. واحنا ما عندناش وقت، يا دوبك هنشرب العصير ونروح. يا رب تلحقنا. هلحقكم. للقصب لو سمحت. شو عواطف؟ الحق الولا جاي ومعه واحد تاني. يا نهار اسود، هنعمله ايه؟ انا عارفه بقى، مش كانت شورتك؟ يلا نروح بعد ما طمعناهم. عفوا، ازاي لحقتك؟ ازاي شو انا عواطف؟ ازيك يا عواطف؟ بقى انتوا ساكنين في اللبان طول المده دي وما يعرفوش عنكم حاجه، طب ينفع؟ ده حظنا المنايل. انتوا ايه بقى؟ كنتوا لابسين طاقية لخفة؟ لا، وانت الصادق، كنا مستنيين العدل، ولما ما جاش قلنا نروح لاحنا. الحمد لله على سلامته. هو التاكسي ده بتاعك؟ يا ستي قلت لك التاكسي ده بتاع واحد جارنا، وانا برقت عليه رزق يعني. بكره ليكي معايا بونطه كده، خدي جربي السيجاره دي. تنلفك ما تخافيش. وانت؟ انا بقى بتاع كله، بس في الاصل سباك. حلو، دي حنفية المطبخ عايزة جلدة. البلاعة مصدودة على طول. يا حرام، نسلكوه. لا يا عواطف، ما يدخلش البيت. ليه؟ ما انت تفسحي بالتاكس. الله الله الله، جرب السيجاره الحلوه دي. حي؟ لا حي يا بنت، حد يقول لي دي؟ لا هتزن وشنا، دي اللي هتشعياصك. شدي بسم الله عليك. بس بوس انا بقى. ايه يا بنت مالك؟ وانا بعوض. انت بوسه وانا بوسه. انت كام ده قوي؟
رأي المثل، في شدة شديد وفي القوة قوي. سيبيني نفسك، أنا اللي هشعيسك. بحري لسه في القلب همسة، نفسي أقولها وارتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى، وأنا حظي مايل ويال بلسة. يا بحري لسه في القلب همسة، نفسي أقولها وارتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى، وأنا حظي مايل ويا الأبلسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقني بعلبة سجاير وحاجة ساعة واحدة تانية. والحقك ليه يا ابني؟ هو أنت بتغرق؟ بقالي ساعة بلف على الكلوبات. يا عم ابو سالم مبلعه طفحه ومبهدله الدنيا. ما تنادي يا بنت على الولا عدل يسلكها. هو بيفهم مصلكها قبل كده. يبقى لما يوزم السباك ده يبقى ترشج. وانت سباك؟ هاو اجيب العده. قولي لي البيت فين يا ابو؟ اهو. بنتي عواطف، اختك فين يا بنت؟ عبال لما يجيب العده تكون جت. ما تقلقش يا عم ابو سالم. عم ابو سالم. نعم. لما تيجي امي هقول لها انك لحقتنا بسباك. خليها تدعي لك دعوتين. سلام. عملت مع البت حتة مديرة في التاكس، ربنا ما يوريك. ايه المساعدين دي بقت على الارض؟ اقول لك الاثنين نار. بس البت الصغيره اللي معاك يالا طايحه طايحه طايحه. ايه يا عم في ايه؟ انت مش رشقت مع الكبيره؟ ماشي عادي يعني. اقول لك ايه؟ قول. ما تيجي ننزل لهم اللبان بكره. ننزل. انا حمو. مين دول اللي من اللبان؟ الله، ما كانوا قدامك يا عم الحاج. ايوه هم مين يعني؟ ايه يا عم حسين في ايه؟ من فات قديم وتاه. جيرانك يا عم القشطه. بنات ام شوق. اوي زين. شو حسين. ايه اوعى سلم. ما تبقاش غبي، انت مش باعت انسان. مبص لمستقبلك بقى. مستقبل ايه يا عم؟ انا كان كل حلمي ان انا اشتغل واتجوزها واعيش راضي. انا حاسس ان احنا السبب. حتى لو كنا سبب، اللي حصل حصل. ولو فكرنا نرجع ونعيش طول عمرنا مش قادرين نبص في وشهم. انساها يا حسين. بص لشوق تانيه، شوق ترفعك مش تاخدك وتنزل سبع ارض. كده كده البنات ضاعوا خلاص. ما تعرفوا اتجوزك. ظبطت البيت كده ولا ظبطتك؟ الموضوع ده زاد عن حده قوي. العيال ملطعين زي الدبان في كل حته، والبنتين فجر الدنيا فيهم. يا سيدي انت وهو واحنا مالنا؟ حد يقدر يقول لامه؟ استاذ ابراهيم يقول لها، هي بتحترمه. حلال فيهم الموت. يا سيدي اذا كانت هي اللي مسرحاهم بمزاجها، مين هيقف قصادها؟ انا برضو بقول كده، كله تحت عينيها.
قوم بقى يا حميده موته. وانا اقوم ليه؟ انا قاعد كويس كده. اه بس على رايك الواحد مش ناقص مشاكل. ازيك يا ابو شوق؟ ما بقتش شاد معانا زي الاول يعني. مش عايز تسمع اخبار الشارع؟ لا احسن برضو. الولد بيموت. ستي روح شوف لك شغلين. الولد بيموت. الولد بيموت. الولد بيموت. الله يسلمك يا مولاي. ليه بتديني حاجة إلا ابني بيموت؟ ألف سلامة على الولد. مشوق؟ ازيك يا مشوق؟ عليك يا اختي خدي بالي ريقي شويه شاي ولا يهمك. المهم انه يطلع ابن حلال وما يتكلمش. لو اتكلم انا والبنات هنتفتح. وهي يعني هاتي عيالك وتعالي على هنا وهي الفرشه تسعمل حبايب الف. انا خلاص ما بقاليش غيرك. انا لسه حابه دنيا جديده. طب اقول لك ايه، خدي بعضك وسافري نبي في حضن عيالك. مش هسافر لولادي، عايز ارتب دماغي وافتكر فضيحهم بيت بيت عشان الولد ده لو يتكلم اعرف ازاي اكسر حلمه. امي جايه النهارده. عارفه نفسي امشي من الشارع ده. خايفه؟ مبقتش اخاف. ايه الاخبار؟ ليك عندي حساب بثلاث اسابيع والشغل ماشي تمام. سيبك من الشغل والحساب، اخبار الشارع ايه؟ زي ما هو، اللي بيناموا فيه بيصحوا فيه. وبعدين مفيش حاجه تخفى عليك يا ام شو. فوتك بعد. طب والحساب؟ بعدين اللي عند الرجال ما يروحش. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ ايه يا ولية، نفسك كبرت علينا ولا ايه؟ ما بقيتيش تيجي تقري لنا الفنجان يعني. انا اقدر. اخبار الشارع يا ابو سالم؟ ايه؟ بخير. كله حلو بنفسك يا ام شوق. فوتكوا بعافية. أمك جت. ازيكم يا بنات؟
القطر كانوا على بعضه. الدنيا كانت ولعة النهارده. في ايه مالكم؟ ولا حاجة. قومي هاتيلي مية وملح، أنا رجليها شوية. المية مقطوعة. إيه ياما القشف ده؟ هو أهلك في طنطا كانوا بيشغلوكي في الفعل؟ أنتِ مالك؟ هتعملي لي تحقيق. وتحقيق ليه؟ ما تجاوب باين من عنوانه. قصدك إيه؟ رحتي فين ياما؟ نزلتي تعملي إيه في مصر ياما؟ قول له كده. ما أنتوا هبل زي أبوكم. لو كنتوا نسيتوا أفكركم. تفكرينا بإيه؟ أخوكم كان بيموت. ما كانش حالتنا اللضا. ركبت القطر ومعرفتش أروح لمين. لأهلك ياما. هيفتكروني بعد السنين دي كلها؟ انت ساعتها قلت انك رايح. اي حد كان هيقول لي اعمل اي حاجه كنت هعملها بس ابني ما يموتش. وايه اللي خلاكي ما تروحيش؟ رحت. ما عرفتش اوريهم وش ازاي وليه. دول اهلك ياما. كانوا بعتهم لما طفشت منهم عشان واحد اللي عنده لا شغله ولا مشغله غير انه بيحبني. كنت رجعتي. لو فاكره شكل اخوكي ما كنتيش قلتي الكلمه دي. رحت فين ياما؟ نزلت مصر. جبت حق الغسله واكتر. شحتي. خلاص جبتي تمن الغسله ورجعتي والولا مات. في ايه تاني؟ انتوا لسه ما متوش. مين قالك ان احنا ما متناش؟ كنت عايزه استرك واطمن على مستقبلكم. اسم الله على مستقبلنا. احنا متنا مع سعد يما. متنا بعد ما طفشتي اي واحد كان عايز يلمنا. هجوزك احسن منه واغنى منه كمان. متنا من خناقاتك وعفاريتك. احنا اتدفنا بالحق في الاوضه دي يما. نروح مكان تاني ما حدش يعرفنا فيه. ده انا حاطه فلوس كتير قوي. استنى اوريكوا قد ايه. بصوا يا بنات، بصوا عندنا فلوس قد ايه. الشوال ده مليان فلوس. كل الشوال ده مليان فلوس. مليان فلوس. ايه ياما وانت بتجيبي فلوس ليه؟ كنا احنا بنبيع شرفنا. مستقبلنا ده اكتر بعد عملتك السودة. بيعوا ايه؟ بيعوا شرفكم. بتبيعوا شرفكم يا ولاد. اوعي ايدي دي شوزيه احنا بقينا تاني. ما بقيناش نخاف منك ولا من عفاريتك. الناس والجيران. انا كنت سايباكوا في حماهم. الناس اللي اشتريتيهم بفلوسك باعوكي. الناس كانوا مغمضين عليهم من خوفهم منك. هاتلكوا يا ولاد الكلب. هاتلكوا يا ولاد الكلب. اخبطي دماغك زي ما انت عايزه. هاتلكوا يا ولاد الكلب. مش هقول لك كده. هاتلكوا يا ولاد الكلب. كمان يا ولاد الكلب. اعمل لي ساعده يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. هاتلكوا يا ولاد الكلب. هاتلكوا يا ولاد الكلب. يا اختي الوليد ما بتتهدش. هتموت بناتها. هما باعوا ايه؟ مش عرفنا. هتلكك لهم على اي حاجه والسلام. روح اشوف. تعالي احنا مالناش دعوه خالص. خلينا في حالنا. الكلب هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. كفايه يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. كفايه حرام عليك. كفايه كفايه بقى. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. كفايه هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. يا
مش هسيبكم، هعراكم كلكم، هعراكم كلكم، بكرهكم بكرهكم، مش هسيبكم، هتموتوها 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 يا ولاد الكلب، هتموتوها هتموتوها، سيبني سيبني، هتموتوها 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 هتموتوها. رد عليا يا فاطمه، فاطمه ما تسيبيني يا فاطمه، فاطمه هعمل ايه من غيرك يا فاطمه؟ رد عليا يا بنت. هو في ايه يا جماعة؟ هي رجعت تخبط نفسها تاني؟ ما قدرناش نعشق. ايه اللي حصل بس لده كله؟ وباتوا ايه يا بنت انت وهي؟ بقى لو حفظت البنت الولية موتت نفسها. كل ده عشان محمصة بنت. يا أمّا رد على يا فاطمه، تكسري ضهري يا فاطمه، ما تروحيش من فاطمه 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 فاطمه.